احتفالات بانتصارات اكتوبر بسوهاج. التقرير من اعداد وتقديم الزميله نجوى سيف النصر. تحتفل مصر بالذكرى 49 لانتصارات 6 أكتوبر، تلك الذكرى العطرة والنصر الفريدة من نوعه، حيث استطاع رجال القوات المسلحة المصرية في ذلك اليوم تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. طبعا احنا بقول دايما كده في احتفال 6 اكتوبر اللي بتفكرنا بالبطولة العظيمة لقواتنا المسلحة المصرية، والحقيقة للشعب المصري كله، لان احنا لما انتصرنا في 6 اكتوبر انتصار طبعا كان فضل من عند ربنا كبير، والقوات المسلحه كان لها الدور الاكبر والاهم، انما برضه الشعب المصري كان له دور كبير جدا في مؤازره الشعب، مؤازره الجيش. فانا بقول ان يعني تهنئه لسياده الرئيس، وتهنئه للجيش المصري، وتهنئه لكل شعب مصر على هذه الذكرى الطيبه، الذكرى اللي رفعت راسنا فعلا، وبنشعر بالفخر ان احنا قدرنا نرجع ارضنا اللي كانت المنهوبه. قدرنا فعلا نثبت للعالم كله ان جيشنا قادر على انه يدافع عن هذه الدوله. والحقيقه من 6 اكتوبر وسيظل ان شاء الله الجيش المصري العظيم قادر على حمايه الحدود المصريه، وقادر على الرد بكل انواع القوة على أي حد يفكر إن هو يمس الدولة المصرية والحدود المصرية. هي الحمد لله دلوقتي احنا عندنا جيشنا بنثق فيه بشكل كبير جدا، وإن شاء الله يا رب دايما جيشنا في خير وسلام، ودايما ربنا يعود علينا الأيام بخير إن شاء الله. وتحية تقدير لقائد الجيش المصري وقائد شعب مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. باسمي وباسم العاملين بإدارة الإعلام بجنوب الصعيد برحب بحضراتكم. أولا أنا بتوجه نيابة عن العاملين بالقطاع وبالإدارة بتاعتي بكل الشكر والتحية والتقدير للسادة القادة، قادة القوات المسلحة، ضباط وجنود وصف ضباط، وحيي فيهم روح الانتماء والولاء، ونترحم على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم ثمنا زهيدا للنهوض بهذا المجتمع المصري. وسيظل الجيش المصري هو الدراع القوية التي تحمي مصر من الأطماع الداخلية ومن الأطماع الخارجية. كل سنة هم طيبين وبصحة وسعادة إن شاء الله. هنا بنهنئ السيد رئيس الجمهورية بعيد 6 أكتوبر، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله للجيش والشرطة والشعب. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. قدم بالتهنئة لسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الشعب العظيم والسيد محافظ سوهاج على مجهودات الجيش، وترحم على جميع قواتنا المسلحة الذين استشهدوا في حرب أكتوبر المجيدة، وتقدم لهم بخالص العزاء لأسرهم. وكل عام وحضراتكم بخير، كل سنة وانتم طيبين. نهنئ الشعب المصري والجيش المصري بقيادة الرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بانتصار أكتوبر، والشعب المصري والجيش المصري والشرطة المصرية وجميع الشعب المصري عموما، يعني عشان هذه الملحمة قد غيرت من مجرى التاريخ، وما زال التاريخ يتذاكرها. فيجب على المصريين أن يتعاونوا وأن يتماسكوا وأن يتكاتفوا، وكل عام وأنتم بخير جميعا. كل سنة وأنت طيب يا رئيس، كل سنة وجيش مصر، ذراع مصر ودرع مصر بكل خير. كل سنة وإحنا أمينين مطمئنين، كل سنة ومصر في أمان. عايزة أقول إن العيد ده أنا عايزاه يتدرس لكل الأجيال، خاصة الأطفال الصغيرين، ويحيى مصر. وتعد حرب أكتوبر من أقوى وأشرس وأعظم الحروب التي مرت على مصر، فحرب أكتوبر لها قيمة ومكانة عظيمة وكبيرة جدا لدى الشعب المصري، لأنها ردت له مكانته وأعادت إليها الانتصار والفخر. فالشعب المصري استطاع أن يقضي على العدو والكيان الإسرائيلي ويسترد أرضه مرة أخرى، وبهذه الحرب العظيمة استطاعت مصر أن تسترد الأرض المحتلة سيناء. ولهذا السبب كانت حرب أكتوبر من الحروب المهمة في تاريخ المصريين. تهنئة خاصة يوجهها المواطنون داخل محافظة سوهاج للرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم الجيش المصري والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 6 أكتوبر أعادها الله علينا كل عام بالنصر. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.